سلطانة. طمني عن أخي، بيّن عليه أي بوادر تحسن. للأسف يا سلطانة، مولانا لساته غايب عن الوعي. رح كون صريحة معك وأقول لك إنك فاجأتني. ما فهمت عليكي. أول ما أجيت على القصر كان مشكوك بأمرك كتير، وهالشي متوقع. تقربك من أخي الكل استغربه، مو بس أنا يا باشا. يعني تحولت من عدو لدود لصديق مقرب، مع أنك منتمي لغير سلالة حاكمة. بس هلأ شايفة أنه ما ضل جنب أخي غيرك، وهي أنت جنبه. أنت ما تركتي أبدا. الله يشفي ويعافي. مولانا بنيته قوية ورح يتحمل، وأنا في عندي قناعة إنه رح يطلع منتصر من هاي المعركة ويرجع للحياة. إن شاء الله يا باشا. إن شاء الله. إن شاء الله. سلطانة، سينام باشا. اليوم حضرتك قلت لكمال كيتش الكلام اللي ما حدا عم يتجرأ يقوله أبدا، ولهيك أنت الوحيد اللي بوثق فيه. شو الموضوع اللي؟ في حكيم قال لي مولانا ما أنا منصاب بأي وباء، ورئيس الحكمة مصر إنه مولانا مصاب بالوباء. معقول؟ هذا المرض شو لكان؟ شو هو ما أعرف، والمفروض حدا تاني يفحص مولانا. وفي حال فعلا ما كان منصاب بهالوباء، معناها عم يتقدم له علاج خاطئ. ومين هالحدا برأيك؟ في حكيم شاطر خطر ببالي، أمير شلبي. هو كان حكيم بالقصر من زمان، بس بعد وفاة مرته طلب عزله من وظيفته وترك القصر، وحسب ما سمعت انه اعتزل مهنته كمان. مع هيك هو بضل أمهر وأفضل حدا بين كل الحكمة. طالما هيك انت شو ناطر يا باشا؟ خلينا نجيب هذا الحكيم بسرعة. أجوب موجود هون؟ ايه هون. مين حضرتك؟ لوين فايت هيك؟ طلع لبرا. وينو أمير شلبي؟ أمير شلبي، أمير شلبي، شربان حشيش، ما رح نقدر نفيقه. شوفي مين انتو؟ مو مهم نحن مين، نحن من القصر ومولانا مريض، بدك تروح معنا وتفحصه. اي فحص هاد؟ انا تركت كل هالشغلة. اي مو بكيفك، بدك تقوم معنا هلا، قوم لشوف. طيب. لك شو عم تعمل انت؟ لا تخافوا يا بشوات، ما تقلقوا، اطمنوا. السلطان مراد مانو مصاب بالوباء. شو هذا المرض لكان؟ في له علاج؟ يعني له دواء ما هيك؟ ألف حمد وشكر لك يا رب.
بس لا تفرح كتير يا باشا. صحيح ما في وباء، بس كمان المرض اللي صايب مولانا مو سهل أبدا، وصعب كتير علاجه وبياخد وقت. المهم إنه مولانا يتعافى وبعدها كل شي بيهون. بهيك حالة أنا رح أحضر الدواء فورا مشان يتعافى. رح شوف الحكماء لأنه بدي مساعدة. أنت شو بدك قلي وأنا بجبلك، وما بدنا حدا يعرف باللي صار، وخصوصا السلطانة قسم، فهمان؟ هذا الموضوع سري. والسبب؟ ما بدهن مولانا يتعافى. يلا هلأ شف لي شو بدك.